دلوقتي نتابع مع حضراتكم مجموعة من الأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله. أبرز هذه الأحداث هو انطلاق أو إطلاق صندوق مكافحة الإدمان، برنامج الأسر القوية، وده كمان أيضا بدء تنفيذ العملي لبرنامج الأسر القوية والحركة بركة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأخبار تانية أيضا هنتابعها مع حضراتكم من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، النهاردة هيطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي سلسلة من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وبيتم الاحتفال بهذا اليوم الموافق 26 يونيو من كل عام في المدينة الرياضية بحي الأسمرات، وهيتم بدء التنفيذ العملي لبرنامج الأسر القوية والحركة بركة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللي بيستهدف بناء المهارات لدى الأسر في المناطق المطورة أو بديلة العشوائيات لحماية الأبناء من الوقوع في براثن الإدمان. كمان هيتم إطلاق مهرجان الأسرة والطفل للتوعية بخطورة مشكلة المخدرات، وهيتم إطلاق ماراثون تحت شعار أنت أقوى من المخدرات بحضور ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، هينظم المجلس الأعلى للثقافة الملتقى الدولي جابر عصفور الإنجاز والتنوير، وهتنطلق فعاليات الملتقى الساعة 11 الصبح، وهتمتد لحد يوم 27 يونيو في مقر المجلس الأعلى للثقافة. كمان النهارده هتنظم دار الأوبرا المصرية حفل فني لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بدار أوبرا الإسكندرية. هيتضمن برنامج الحفل فاصل فني لأطفال وطلائع الأوركسترا، وهيقدموا من خلاله مجموعة من أغاني التراث في مصر والوطن العربي زي يا أغلى اسم في الوجود، الدنيا ربيع، ويا وردة على فل وياسمين. لعشاق الكرة المصرية هيكونوا على موعد النهارده مع مباراة من العيار الثقيل. فريق النادي الأهلي هيواجه فريق بيراميدز في الدور ربع نهائي من كأس مصر الساعة 9:30 بالليل على استاد القاهرة الدولي.